FM. الكلمة ليك. كلمات مع سفيان الفرحات. ما الذي ترجوه من دنياك لولا الكلمات؟ وتكلم وتألف ولتمد في الكلمات. وزير ويفسكي. قال السيد وزير النقل البارح بخصوص سؤال على أغراب النقل العشوائي لخراني، ما كانش لي زراعة بين الوزارة واتحاد الشغل، أما كان اختلاف وزاد قال زادة والاختلاف رحمة. سبيانبو باش يتقال كلام كيف هذا في استوديو وفوق بلاتو. أما مذبية يفسر لي السيد الوزير كيفاش الدهديث في دوسي شيك وامضاء اتفاق عدم الالتزام به أدى الأغراب دام 3 أيام، وكان مش رحمة أما عذاب ونقمة على المواطن البسيط والخدمة والتلامذة والطلبة والسبيتارات وأصحاب الأعمال ومال المصالح في كل الميادين والمجالات. قالوا الاختلاف رحمة. الله الله، ملا ريتوريك، ملا تبريرات واهية، ملا اللوجيك. وبالطبيعة البيروقراطي وكان اللي يخدموا فيه الغاشي على مر زمان ما ينجمش هالمحاين يحس بها، لأنه ما يحس الجمرة كان يحس عليها، والحشو عمره ما عبى كلش ولا قناع إنسان، بما أنه بطبيعته ضرب من ظروب التمسكية والتمشكية والضحكان على الذقون والجنتل ليديز والجنتلمان في كل مكان. بعبارة أخرى كيف يقول وزير النقل على عذاب المواطنين مجرد اختلاف والاختلاف رحمة، يتسمى تشد السيد الوزير يفسكي وتشد بالكمشة في غرغور القويل، ويمكن إدراج تصريحه في الجينيس بوك في خانة شطحات أصحاب العمايل وما تعملوا الجعروسة في النويل. واحنا اللي كنا نحلموا بقذيفات اللي يسوس الناس ويحكم بيهم وبيناتهم بالقسطاس، رسالتنا نتذكروا في اللي قالوا يعمل فرطاس اعطيني حرنزاس، قالوا على شبك الطيب نختاره لك فيالي، وحال حبه يا حال حبه، ومرت القاضي في القبر. وتخطيت سنين عثرتها الكلمات، كلمات حيوان انت لا تبقاه لولا الكلمات، ويموتنا بلا ذكرى وتبقى الكلمات. كلمات مع سفيان بن فرحات. الكلمة ليك.